السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. كيف ما واكبتكم القناة اثناء اختبارات الكتابية، ها نحن الان نقوم بمواكبتكم اثناء الاختبارات الشفوية. اللي نجح، اللي توفق، اللي غيخرج الاسم ديالو، هذا معناه انه اجتاز مجموعة من المراحل. واللي ما توفقش، الخير فيما اختاره الله، ربما مازال عندك فرصة تمشي تقرا دير الماستر ولا دير شي حاجة اخرى، وربما ما كاينش الخير هذا العام، العام الجاي ان شاء الله. دونك دائما الامل كيبقى مفتوح. إذا بالنسبة للإخوان والأخوات اللي استطاعوا أنهم ينجحوا في الاختبارات الكتابية، خاصكم تعرفوا كيف ما سبقت وقلت قبل قليل بأنكم تمكنتم من اجتياز مجموعة من المراحل بنجاح. أتكلم هنا عن ما يسمى ب يعني في تلك المرحلة ديال إيداع الملف، مراقبة الملف، تقبل، دزتي في الانتقاء الأولي، نجحتي في اختبارات الكتابية، او لا عفوا يعني دوزتي الاختبارات الكتابية. بالنسبة للناس ديال الرياضة داروا اختبارات عملية وتم الاعلان عن نتائج الشفوي ولقيتي الاسم ديالك موجود. شوف الحال ديال المراحل اللي فتي عليها، انت وصلتي، ما بقى ليكش بزاف، يعني درتي واحد المجهود كبير. كما هو مشرف هذه الجدولة الزمنية هو ان الاختبارات الشفوية غتكون ما بين 25 و 30. اليوم 19 في شهر 3 دجنبر 2023، الخميس ان شاء الله عاد غيتم الاعلان ديال النتائج. بالنسبة للناس اللي غيكونوا متأكدين او لا يعني انهم غادي يدوزوا ان شاء الله، ضروري ضروري الا شاركتي ضروري توجد، مفهوم؟ الا شاركتي ضروري توجد. طلعت الاسم ديالك ولا ما طلعش، راه غادي تدوز ان شاء الله. دونك هنا توجد، ما تضيعش راسك، ممكن يورد الاسم ديالك واخا انت مثلا ما تخشيش في راسك الى اخره. اذا هنا في الاختبارات الشفوية شنو تيوقع؟ اولا هما في المذكرة اللي خرجت كيقول لك اجتياز الرائد المهني ودراسة وضعية. وهذا الاختبار اللي فيه جوج الحوايج، اجتياز الرائد المهني زائد دراسة وضعية، هنا كنهضر على الاساتذة، ما تنهضرش على يعني الاطر المختصة ديال المختبرات الى اخره. هذا الشيء هذا غادي توجدوا في ساعتين جوج سوايع، مفهوم؟ وغادي تعرضوا في 20 دقيقة، مفهوم؟ والمناقشة مع اللجنة غتكون في 30 دقيقة، والمعامل ديال هاد الشيء 20. هاد الشيء هاد العام هذا في 2023 هاد الشيء اللي قالوا على الاختبارات الشفوية، ما قالوش شي حاجة أخرى. حاجة أخرى واحدة اللي قالوا هي شنو؟ هو أنهم طرحوا واحد العدد ديال المواضيع ديال الشفاوي، العدد ديال المواضيع ديال الشفاوي. مثلا في اس في تي حطوا ما يقارب 70 موضوع، 70 موضوع اللي حطوا في الاس في تي. بمعنى انتبه معايا، دابا هنا ندخلوا في التفاصيل. الاجتياز ديال الرائد المهني ودراسة وضعية يعني غدوزو في ساعتين، وهاد الشيء هذا اللي قالوا هاد العام يعني هاد الاجتياز الرائد المهني ودراسة وضعية ساعتين 20 دقيقة، هو نفسه اللي قالوه العام اللي فات، يعني بنفس الطريقة ديال العام اللي فات تقريبا، بنفس الطريقة ديال العام اللي فات. لأن حتى العام اللي فات غير هو العام اللي فات هضروا على إعداد وتقديم دراسة وضعية ومناقشة. وهنايا فاش كيقول إعداد وتقديم ودراسة وضعية ساعتين 20 دقيقة، 30 20 دقيقة للعرض، 30 دقيقة للمناقشة، والمعامل 10، لاحظ معايا هنا شنو وقع. راه نفس المدة الزمنية ديال التحضير وديال العرض وديال المناقشة، ولكن المعامل هاد العام دايرينو هنا 20. سؤال، علاش دايرين العام اللي فات 10 والعام اللي وهذا العام 20؟ هنا يتكلمون عن اعداد وتقديم دراسة وضعية ومناقشة. هاد اعداد وتقديم دراسة وضعية ومناقشة كاينة هاد العام، باش تفهموا صافي. دابا نجيب لك التفاصيل غير باش تفهموا. هاد دراسة اعداد وتقديم وضعية كاينة هاد العام، هاي دراسة وضعية
واكيد هذيك الوضعيه غدير لها التقديم والمناقشه كاينين، ولكن كذلك كاين ما يسمى بالرائز المهني. هذا الرائز المهني انا تيبان لي غيكون هو يعني ما يختلفش بزاف على غير غيكون هو واحد الاسئله مباشره او لا واحد الورقه اللي كتعمرها على واحد المجموعه من المعطيات. مفهوم كيفاش هذه المجموعه معطيات؟ بحال نقولوا اسئله اللي غتجاوب فيها بشكل مباشر تقدر تعطالك شفويا ولا كتابيا تجاوب عليها. هذا هو الاحتمال اللي كاين، وغالبا غالبا غتجاوب عليها شفويا. غتطرح عليك واحد من اللجنه غيكون حاط قدامه واحد الورقه غيسولك سؤال مكتوب عنده وينقط عليه سؤال وينقط عليه سؤال وينقط عليه، او هذه الاسئله قد تكون موزعه على اعضاء اللجنه. المهم هذا غير باش تفهم شنو هو الرائز المهني. ودراسه وضعيه، هاد الوضعية هي اللي كتهمنا. شنو هي الوضعية اللي غدرس نتايا؟ شنو هي الوضعية اللي غدرس؟ الوضعية اللي غدرس هو واحد من هاد المواضيع اللي غادي تعطى لك. مفهوم؟ واحد من هاد المواضيع. كيفاش واحد من هاد المواضيع؟ اولا غادي ملي يعني تعطيهم الدخول، تعطيهم لاكارت ناسيونال، يتاكدوا من الهوية ديالك، غيقول لك اسيدي سير لديك البلاصة وهز واحد الموضوع. وهنا راه بغيت ناكد لكم على واحد الحاجه، راه تقدر تمشي تلقى لجنه دايره مثلا 20 موضوع ولا 10 المواضيع، كاين اللي تيعكزو، كاين اللي تيبغي يطبق هذاك الشيء بحذافيره غتلقى 70 موضوع. مفهوم؟ وفاش غتلقى هاد 70 موضوع راه غيجي فيك واحد منهم. مفهوم؟ غيجي فيك واحد منهم، مثلا جينيز دو لانفلينيرفو اللي كيتقرف في السيزيان، اولا لا ترانسميسيون سينابتيك، اولا لا ريلاسيون نورو هرمونال ديال لا بريسيون ارتيريال، تنظيم العصب هرموني للضغط الدموي، كاين لا ريبرودكسيون سيكسي ديال لي جونجيو ديال لي جيمنو عند لي ترون كومون سيونس، لا ريبرودكسيون سيكسي ديال لي فوجير ولي موس ولي زالك، سيكل دو ديفلوبمون، ليكسكريسيون ايرينير اللي كتقرف التاسعة، لا سيركيلاسيون سانغان كذلك التاسعة، تبادلات الغازية التنفسية إلى آخره. دونك هنا كاين واحد المجموعة من المواضيع يقدر يجي فيك واحد فيهم. مفهوم؟ انت غادي تمشي ما يسمى بالسحب العشوائي، غتلقى واحد اناء مثلا ولا شي طبله فيها واحد المجموعه من المواضيع، انت غتهز موضوع، هذاك الموضوع الاحتمال ديالو شنو هو؟ 1 على 70، الا كانت هذيك اللجنه دايره 70 موضوع. مفهوم؟ جيد. الوغ شنو غدير؟ فاش كتاخد هذيك الموضوع كتمشي لواحد القاعه باش توجدو، باش توجد هذاك الموضوع، باش توجد هذاك الموضوع، غتمشي لهاد القاعة باش توجد هذاك الموضوع، غتلقى فعلا كاين واحد جوج الناس ولا ثلاثة ولا أربعة، قاعة كبيرة فيها واحد المجموعة من الطلبة تيوجدوا، وحارسينها تما باش ما تجبدش التليفون ولا شي حاجة إلى آخره. إذا كاين ما يسمى، أنت فاش غتمشي للموضوع، فاش غتمشي للموضوع راه تقدر ممكن يسمحوا لك باستعمال الكتاب المدرسي إلى آخره، أولا شي وثائق، أو ممكن مثلا تعرض داك الشيء في البيسي على حساب. على حساب كل مركز وشنو تيوقع فيه. انت اللي اهم حاجه شنو هي؟ هي انك فاش غادي تمشي تاخذ الموضوع غتمشي توجدو في واحد القاعه، انتبه عندك تاطير الوضعيه. انت خصك تمشي مثلا دير مثلا عنوان، هذاك العنوان اللي كتبتي تكتبه في الانتيت، وتجي دير مثلا مقدمه تعتبر مثلا تحلون الدم الى اخره، وغتبدا دير واحد وغتطرح واحد الاسئله. هاد المقدمه هاد لانتروديكسيون ضروري ما تكون فيها واحد لا بروبليماتيك، واحد الاسئله اللي كطرحها. انت غتطرح اسئله، الوغ في العرض ديالك اولا في التفاصيل ديال الوضعيه وابراز عناصر ديالها شنو خصك دير؟ خصك مثلا تكتب اولا كبيره تعريف مثلا تحلون الدم، اولا صغيره تحلون تمقي مثلا، وتمشي دونك اولا يعني كتشتري كثير انت وكتجيبها الوضعيه اللي غناقش في اولا صغيره. وهنا فاش غدير هذه الوضعيه يعني راه نتايا كتقوم بتحليل عناصر، غتزيد وضعيه اخرى اولا جوج، يقدر يكون عندك جوج الوضعيات ولا ثلاثه ولا وضعيه واحده، وفي الاخير كيخصك تصايب واحد الحصيله تركيبيه. كيفيه التقديم؟ هنا رد البال، راه مكان العرض هو قاعة مجهزة فيها صبورة وممساحة وأقلام وطباشير، وحنا غادي نمتحنوك مثلا حنا كلجنة الشفوي أطر هيئة التدريس، يعني أنت ديك الساعة كنمتحنوك واش قادر تولي أستاذ ولا لا.
اذا هذيك العناصر اللي كاينه تما راه غتقدم الدرس وكانك استاذ وكأن القاعة فيها تلاميذ، وبلا ما يبقى يمشي شي واحد يقلب لي على ديك النقاش واش غنعتبر هما تلاميذ واش غنبقى نسولهم. ايفيتي هادشي، انت غادي تخيل باللي معاك تلاميذ وغتبقى تطرح ليهم تفضل ابراهيم اقرا الوثيقه ودير واحد جوج ثواني ثلاثه ولا اربعه ثواني ولا 10 ثواني ودير بحال مثلا قرا الوثيقه حسن ابراهيم. اذا ما الذي يمكن استنتاجه من هذه الوثيقه او لا، ما هو العنوان المناسب لهذه الوثيقه او لحلل هذه الوثيقه او لو دير راسك مثلا بحال الخطا وصححت ليه الى اخره. انت كتخلق واحد الجو غير بوحدك، كتمثل هادشي كامل في واحد 20 دقيقه، خاصك تعرف كيفاش تجيري الوقت ديالك. ما تشوفش انت مثلا شي عنوان الجينيز دو لانفلينار دو، مثلا هاد الجينيز دو لانفلينار دو او لا ترانسميسيون سينابتيك، راه هذا غتكون فيه وضعيه واحده فقط. لي بروبريتي ديال لي نيرف اي لي فيبر نيرفوز تقدر دير فيه وضعيه واحده ولا جوج وضعيات، البروبريتي ديال لي نيرف الى اخره. هذوك الجوج وضعيات هما لا كونتراكتواليتي و ليكسيتابيليتي، يعني الاهتياجيه والقولوسيه. كنشدوا واحد الضفدعه كنخربوا ليها الدماغ، كنخليو لها غير النخاع الشوكي، كنعريو على الفخذ ديالها العصب الوركي، نقوم بتهييجه. او لا مثلا كنديروا لها رجلها في واحد الاناء فيه الملح تتقلص، هنا غتخرج جوج الوضعيات ديال هادشي، تقدر ترسموها في السبوره الى اخره. وانتبه انا تنشرح لكم، يعني راه اي معطيات كل وثيقه. دابا انت مثلا راه تقدر تدوز الامتحان الشفوي في داركم، شنو غدير؟ غتكتب هاد المواضيع السبعين، هاد السبعين موضوع غتكتبهم، مفهوم؟ غتشوف تريني على ظهرك، غتكتب هاد السبعين موضوع في ورقات صغار، اولا انت هادوك ورقات صغار غادي تكتب فيها مع واحد جوج ثلاثه تال سبعين، وغادي تسدهم وتهز عشوائيا. فاش هتهز عشوائيا غيخرج لك مثلا الرقم 59 لي برينسيپ ستراتيغرافيك اي لا داتاسيون غولاتيف دي فورماسيون جيولوجيك. ما كنت عارف لي برينسيپ ستراتيغرافيك مثلا راه كاين برينسيپ دو هوريزونتاليتي، برينسيپ دو كونتينيتي، دي دونتيتي باليونتولوجيك، دي انكليزيون، كاين واحد اربعه ولا خمسه ديال لي برانسيب تقدر انت ترسم الوضعيات وتحارب منهم او لو تناقش منهم هذوك، او ترسم الاشكال في السبوره وتناقش بها هذاك لا داتاسيون فولاتيف. راه هاد لي برانسيب ستراتيغرافيك، راه اي برانسيب ستراتيغرافيك غتقدر تطبق فيه هاد لا داتاسيون فولاتيف باش تفهم. واش مفهوم ولا لا؟ اذا هنا وهاد لي برانسيب ستراتيغرافيك راه كيدخلوا في واحد الاطار ديال ليتابليسمون ديال شيل ستراتيغرافيك. انا كنحاول دابا كل موضوع نقيس لكم فيه شويه باش تعرف يعني هاد البرانسيب ستراتيغرافيك شنو الهدف ديالهم. هما اننا نعرفوا لي جيولوجيون كيفاش قسموا الزمن الجيولوجي، شنو هي الحوايج اللي اعتمدوا عليها الى اخره. مثلا لا فورماسيون دي روش سيدمونتير، التكون ديال الصخور من ليغوزيون للدياجينيز، وهذا الشيء كيتقرا في في الاولاباك. اذا هنا مثلا ليغوزيون راه من موراها كيجي ترونسبور، من موراها كيجي لا سيدمونطاسيون، عاد كيجي الدياجينيز. وهنايا غيتكونوا عندي واحد الصخور الرسوبيه اللي كنقدروا ندير فيهم لا كلاسيفيكاسيون. اذا انت شنو خصك دير؟ خصك تمشي تهضر على لي فاكتور ديال ليغوزيون، لي فاكتور دو ترونسبور، العلاقه ما بين لا فيتيس دو كورون، او تقدر تهضر على الميبيان ديال الجول سترون الى اخره. مفهوم؟ شنو هما لي سيمون اللي كيديروا لنا الدياجينيز انسي دو سويت. دونك انت كيف ما قلت لك مثلا طلع لك الموضوع 59 كتمشي، الا كنتي مازال ما فاهموش كاع راه غادي تمشي غتاخذ عليه فكره. وهنا الفكره شنو هي؟ راه احسن طريقه تقدر ديرها دابا في هاد الوقيته اللي بقات هي شنو؟ هي انك شنو دير؟ تمشي سيدي تاخذ كتاب ديال السابعه، ديال الثامنه، ديال التاسعه، ثلاثه، وتاخذ ديال السانكيام علوم اداب، وديال السيزيام، وديال الباك. وفاش تمشي لديال الباك خذ ديال يعني راه تقريبا خذ بي سي و اس في تي، وداك نفس تقريبا الحوايج اللي كاينه عند اس في تي تقريبا كاين عند السيونس مار. مفهوم؟ دونك البي سي غتاخذ منه البوليسيون، وما تبقى راه كاين في الاس في تي. وتشوف فيلم تشوف شي موضوع من هادو، مثلا اختاريتي شي موضوع ما فهمتي الماغما مثلا هاد 65 الماغما،
الماغماتيزم والتكتونيك دي بلاك فين كاين؟ كاين عند الثانية اسي يعني الثامنة، هذه الثانية اعدادي يعني الثامنة، غتمشي تقلب في الثامنة على الماغماتيزم والتكتونيك دي بلاك وتشوف الوضعيات اللي حطوا عليهم، الوضعيات اللي عطاوهم يعني الوثائق اللي عطاوهم باش وصلوهم. علاش؟ لان فاش كنقول لك مثلا لي ديفيرون تيب دو فوسيل اي لوغ انتيغي مثلا في الصف في هذا الموضوع 62، راه شنو باغي نعرف؟ انا باغي نعرف انواع المستحدثات والدور ديالها، وهذا الشيء كيتقرا في الاولى باك. غتمشي سيدي البرنامج ديال الاولى باك في لا جيولوجي وغتقرب على الانواع المستحدثات والادوار ديالها، غادي تلقى بانه كاينين جوج الانواع ديال المستحدثات، لي فوسيل دو فاسي ولي فوسيل ستراتيغرافيك. لي فوسيل دو فاسي عندها اون لارج اكستونكسيون دون لو طون و اون كورت اكستونكسيون دون ليسباس، والاخرين العكس. وبالتالي هذوك لي فوسيل دو فاسي الدور ديالهم هما كيعطيونا فكره على لي مليون و كونديسيون دو سيدمونتاسيون. اما لي فوسيل ستراتيغرافيك فالدور ديالهم هما كيعطيونا لي مليو دو سيدمونتاسيون، لي كونديسيون دو سيدمونتاسيون، وكيعاونونا حتى في لا داتاسيون غولاتيف. هذا الشيء غديرو في وضعيه وحده، دير فيها وثيقه وحده جوج الرسومات ولا ثلاثه يفرقوا ما بين، او دير ان تكست الى اخره. دونك هنايا بحال مثلا تاخذ لي زامونيت والشعب المرجانيه، الشعب المرجانيه عاشوا منذ الحقب الاول ومازال كاينين دابا، ولي زامونيت عاشوا في حقب معين، يعني هادو فوسيل ستراتيغرافيك والاخرين فوسيل دو فاسياس. اذا هنا هاد المرحله هادي حنفتناها، قلنا كتاخذ الموضوع كتمشي تاثر هذيك الوضعيه ديال ولا احسن حاجه، احسن حاجه انت غدي معاك قرطاب فيه هاد الكتوبه اللي قلت لك نهار الشفا، ودي معاك قرطاب فيه هاد الكتوبه اللي قلت لك. فاش تاخذ وضعيه غتجيب الكتاب، انا تنظن راه ما يمكنش يحرموك من الكتاب لانهم دازوا مباريات استعملوا فيهم اساتذه الكتب عادي. المهم هو فاش غتكون انت كتقدم، راه الكتاب المدرسي ماشي مشكل، يعني هو موجه للتلميذ ولكن انت قد تعتمد عليه لاعداد الوضعيه المناسبه. تاطير الوضعيه قلنا كندير واحد المقدمه خفيفه جوج سطور ثلاثه ونطرح اسئله يكونوا كيضربوا في الاهداف اللي انا غادي منها. مثلا الاسئله مثلا في هذا الموضوع 62 الاسئله درت مقدمه مثلا تعتبر المستحدثات ذات اهميه كبيره في تاريخ الجيولوجي، مزيان. فما هي انواع المستحدثات وما هو وما هي يعني اهميه كل نوع مثلا؟ انا طرحت الاسئله، غنمشي للعناصر الوضعيه، غادي ندير اولا كبيره انواع المستحدثات مفهوم وادوارها، ونجي اولا صغيره انواع المستحدثات وثانيا صغيره ادوار كل نوع. فاولا صغيره غادي نقدم مثلا واحد الوثيقه فيها الشعب المرجانيه الى اخره، وهنا فاش غادي نقدم الوثيقه الاولى كنكون دخلت في تحليل العناصر الوضعيه، نحل العناصر العنصر الاول، وهنا في الغيب بدا التمثيل وكانني مع تلاميذ داخل القسم الى اخره. نحل العناصر الموضوع الثاني في الاخير اصوغ يعني واحد الحصيله تركيبيه واطرح اسئله مثلا على التلاميذ، ما الذي يمكن استنتاجه من الوثيقه الاولى، ثم ما الذي يمكن استنتاجه من الوثيقه الثانيه، ثم ماذا يمكن استنتاجه من خلال الوثيقتين. وهنا غدير واحد الصياغه تركيبيه اللي غيكون فيها جواب ضمني على السؤال اللي طرحتي في الموضوع. وكيف ما قلت لكم قبيله بان ما كان العرض هو قاعه مجهزه، بمعنى انك انت في هذيك 30 دقيقه ولا في هذيك 20 دقيقه ديال التقديم انت استاذ وامام لجنه تقوم عملك، دونك انت قد ترتكب بعض الاخطاء ماشي مشكل، ولكن ما تكونش اخطاء بسيطه، ما تكتبش في السبوره وانت كتسكت مفهوم، ما تعطيش بظهرك مدة طويلة للجنة أو للتلاميذ. كتب مثلا العناوين، تقرب العربية كتب العناوين على اليمين والمصطلحات على اليسار، والوسط خليه للشروحات وللرسومات إلى آخره. درتي بالفرنسية راه العكس، الوسط دائما كيبقى للشروحات. إلا ما كانتش، إلا كانت غير طابلو بيض، غير هذاك الطابلو البيض السبورة البيضاء، وكان غير الماركور، أنت غدير ليها واحد التقسيم، غادي تشد واحد 80 سنتيم على اليسار مثلا الا كنتي بالفرنسيه، 80 سنتيم على اليسار، وتخلي هذيك البلاصه للعناوين لي باراغراف الى اخره. غتكتب غير العنوان ديال الدرس، وغادي تكتب اولا كبيره، وغتكتب مقدمه، وهذيك المقدمه غتكتب غير مقدمه، ما غتكتبش النص كامل مفهوم الى اخره. وغادي تبدا تسرد هذيك المقدمه، او لا دير شي طريقه بانك غتجيب هذيك المقدمه من عند اسئله كطرحها. اذا الاهميه اهم حاجه هي شنو؟ هي ان في المقدمه تطرح اسئله،
ودير راسك بحال كتلقى اجابه حسن وتلقى الاجابه اللي بغيتي انت، حيت ما كاينش التلاميذ دونك بحال عطاوك، دونك نكتب هذه الوضعيه وتمليها عليهم الى اخره. دونك ما هي الاسئله التي يمكن اطرحها؟ دابا انت راه باقي في المقدمه، ما هي الاسئله التي يمكن اطرحها؟ مثلا كيفيه، ما هي انواع المستحدثات؟ هذا سؤال. نعم حسن جدا فلان، انواع المستحدثات. ثم سؤال اخر غيقول لك ما هي الى اخره. اذا انت هنا بحال التلاميذ هما اللي كيطرحوا عليك اسئله. نعم، إذا لكي نجيب عن هذه التساؤلات نبدأ أولا كبيرة، ماذا سيكون عنوان أولا كبيرة؟ أتلقى دير راسك بحال تلقيتي جواب. نعم أولا كبيرة أنواع المستحدثات وأهميتها. إذا في البداية عن ماذا سنتكلم؟ أولا صغيرة، دير راسك عاوتاني بحال تلقيتي جواب. نعم أنواع المستحدثات. إذا ناخذ الوثيقة ولا دير واحد الرسم ولا إلى آخره، ولا أنت من الأحسن بلا ما ترسم، دير قول لهم ناخذ الوثيقة فلان. نعم اقرأ الوثيقة. نعم نجيب عن الأسئلة المرافقة للوثيقة. السؤال الأول ما هي، أنت كتنشط هذيك الساعة، أنت منشط مفهوم، راه إذا تبعتي هذه الطريقة كون أكيد، كون أكيد والله تتجيب الشفاوي، الله يسهل على الجميع. ألوغ هنا كاين واحد المسألة، وجدتي العرض قدمتيه، انتهى الكلام غتبدا المناقشة. هنا أخي أستاذ أستاذتي ديال المستقبل الله يخليك، هاد المناقشة المدة ديالها 30 دقيقة، والحدود ديالها شنو؟ غيناقشوا معاك يجب أن تشمل المناقشة بالإضافة إلى ما تم تقديمه. إذا غيناقشوا معاك هاد الشيء اللي قلتي مفهوم، باقي المجالات المرتبطة. يعني شنو؟ يعني غيبداو ينقصوا عليك أو لا يطرحوا عليك شي أسئلة بمادة التخصص ولا في الديداكتيك ولا 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 إلى آخره. وهنا كيفاش أنت غتحاصر هاد الشيء هذا؟ انطلاقا من شبكة التقويم. شبكة التقويم ديال هذا العام مازال ما خرجتش، انا خديت لكم غير ديال 2022. هنا هذا الشيء خاص باللجنة، هي بطبيعة الحال كلها خاصة باللجنة، ولكن اللي بغيت نأكد لك عليه هو شنو؟ هو مثلا هاد الحوايج هادو خاصك انت تكون عارفهم، غيناقشوا معاك أربعة المجالات. المجال الأول عرض المؤهلات الشخصية، شكون انت؟ شنو كدير؟ إلى آخره. وهاد المؤهلات الشخصية راه ماشي هي الأولى غيبداوها معاك، لا، راه من خلال العرض ديالك، من خلال الحوار ديالك، من خلال غادي يشوفوا واش راك عندك ولا ما عندكش. تمكن من مضمون مادة أو مواد تخصص، الكفاية التواصلية، الاستعداد المهني. وهنا أنا بغيت نوريكم دونك هادي حاجة بحاجة. هنايا هادي معلومات ديالك كيقيدوها، أنت خص تكون عندك، يكون عندك لاكارت ناسيونال ضروري، تكون عارف الرقم ديال الامتحان اللي سولوك عليه، يعني ميمكنش انت تدخل ما عارفش رقم امتحان ولا تدخل فشي رقم اخر الى اخره. اذا عرض المؤهلات الشخصية هادي على 15، على 15 نقطة. هاد 15 نقطة امني غيجيبوها؟ اولا الهيئة والهندان. اخو نهار تدوز الشفاوه تسلف كوستيم ولا اختي تسلفي شي لباس انيق كذا، واخا انت ما يكونش كاين لي نفسيته ما كتبغيش هذيك الزواق وكذا، واخا تكون انت ما اخويا دفوت لينا هذاك النهار، ما نديش لي جلابه مثلا الرجال الذكور، ما نديش جلابه صافي، دي كوستيم او لباس عادي ما يكونش فيه الزواق، ما يكونش فيه شي اشاره ولا شي رمز ولا حنت الشفاوي. تقدر تلقى شي واحد مفنيار غيخلي كل شيء ويبدا يناقش معاك هذيك الاشاره اللي عندك، غيدمر لك الحياه ديالك. ورد البال، هذه ثلاثه النقاط هاي انت كسبتيها غير مناش من اللباس ديالك والسلام. كاين ما يسمى هاد ثلاثه النقاط راه مره واحده تنقض، دونك هاد ثلاثه النقاط هي جبتيها انا نكتبوها هنا، ثلاثه النقاط ديالك هذه. زيد القدره على التعبير بلغه التدريس، وهنا كاين مشكل، يا اما خلال العرض ولا خلال المناقشه. انتبه معايا، خلال العرض راه لكاينه اللغه، عطاوك باللغه العربيه تجاوب معاهم باللغه العربيه عفوا عطاوك باللغه الفرنسيه، ودابا مثلا اس في تي مات فيزيك راه كلشي تيتقرب للفرنسيه. ما المهم بالنسبه لجهه الرباط سلاق الاطراء راه كاينه نسبه 100%، باقي الجهات باقي شويه بعض المدارس فيهم العربيه، يعني انت وزهرك. اذا الا تطرح لك الموضوع باللغه الفرنسيه ولا اللغه العربيه غتجاوب باللغه التي طرح بها الموضوع مفهوم.
وهنا في مرحلة العرض ما تبقاش تدخل الدارجة مع هذا، حاول انك تلتزم. ماشي احنا عارفين بنادم، هما اصلا عارفين، هما هذوك اللي غيدوزوا لك الاختبار راه الا عطينا عرض ما غيديروش 100% باللغة العربية ولا 100% باللغة الفرنسية، ولا بد ما غيبدا يعرمس ويفرنس الى اخره. وبالتالي هنايا رد البال، انت حاول تلتزم ما امكن بلغة التدريس. شناهي لغة التدريس؟ يا اما العربية او لا الفرنسية. غد تقدر تدرج معاهم شويه في المناقشه، داكشي علاش هما المناقشه دايرين لها غير جوج النقاط، مفهوم؟ انا مثلا نقول خديتي انت هنا جوج وهنا جوج، مفهوم؟ او لا خديتي هنا جوج زائد واحد، دونك انت في هذه النقطه حصلتي غير على ثلاثه النقاط من اصل سته. هاد ثلاثه النقاط ما تخافش منها، راك زدتي غتزيدها على واحد ثلاثه النقاط واحده اخرى. انت شنو غدير؟ غتحاول، كل ما حاولتي كل ما درتي محاولة، راه كل محاولة عندها جزاء. القدرة على التعبير بلغات أخرى، إذا كاين لغات مثلا نقدموا لك بالعربية، ولكن كاين شي حوايج غتحتاج فيها الفرنسية، إذا هنا راه ماشي خصك. ولكن انتبه، راه ما داروهاش في مرحلة العرض. علاش؟ حيت العرض غتكون عنده لغة واحدة، يا إما العربية ولا الفرنسية، ولكن يقدر في هذا يطرح عليك شي واحد شي سؤال ولا شي مصطلح الى اخره باللغه الفرنسيه، غيشوف واش فهمتي ولا ما فهمتيش. وبالتالي هنا عندك واحد ثلاثه النقاط كيخصك ما تزقلهاش حتى هي، دونك ها ثلاثه وثلاثه وثلاثه، بمعنى على الاقل تفهم داكشي. القدره على استعمال الاعلاميات وتوظيفها، وهنا ما كاينش في مرحله العرض. علاش؟ لانه مثلا ما غاديش تقدم في البي سي الى اخره، هما عندهمش كيفاش، ولكن في اثناء المناقشه ممكن انه يتطرح سؤال في هذا النسق. شنو هي البرامج اللي كتعرف؟ هانت مثلا وورد، اكسل، بي دي اف، بي بي تي، الباوربوينت باش نقدموا العروض الى اخره، الانترنت، الربط ديالو، الانواع ديالو، وتكون عندك درايه. الانترنت على الهاتف، الانترنت المحمول، الانترنت. اذا انت استعمال الاعلاميات راه كيقصدوا بها وتوظيفها. يقدر يقول لك مثلا من هادشي كامل، يقدر يقول لك واش كاين غير الوثائق مثلا المطبوعات الى اخره. ما عندكش المطبوعات، شنو ممكن دير؟ هنا غيشوف مثلا انت واش عندك الامكانيه انك تجيب، تقول له غنجيب بي سي وغادي نصايب الدرس، نصايب واحد المقطع الى اخره، اولا نجيب واحد الفيديو نكونيكتيه مع الداتاشا الى اخره، اولا نعرض واحد الوثيقه، اولا مثلا يقول لك التلاميذ ما جابوش الوثائق مثلا، شنو غدير انت؟ نعرض هذاك الشيء، ناخد وثيقه نديرها في الحاسوب ونعرض هذاك الشيء في في في, في البي سي باش يقدر يشوف كل شيء ويتبع الى اخره. وبالتالي ها واحد ثلاثه النقاط اخرى ساهله هنا، هكا تكون حصلتي مثلا على 15، على 15 او لا على مثلا غير 10 من هاد ال 15 مثلا. التمكن هذا انتبه معي، هذا غادي نخليه هو الاخر، هذا غادي نخليه هو الاخر. علاش؟ لانه مهم. علاش مهم؟ انه على 50، مفهوم؟ ولكن غنمشي لكيفية التواصل، القدرة على الإنصات وتقبل الآخر. شتي دابا انت شكون تكون انت؟ هي ما هيهضروش عليها في مرحلة العرض، ولكن غيهضروا عليها في مرحلة المناقشة. علاش؟ إلا بدا شي واحد كيقاطعك أو لا دار شي سلوك مستفز، أنت ما خصكش تستفز ليه. علاش؟ لأن انت كدوز الامتحان وهما في واحد المرتبة وانت في واحد المرتبة، دونك داكشي ديال المرتبة خليه في عقلك، خليه تتخرج وعايرهم في خاطرك ولا دبر راسك. ولكن انت في امتحان واجب عليك شنو؟ ان تستمع اليهم. شتي غير بدا شي واحد مثلا، انا نقول لك شنو تندوز امتحان، شنو دير؟ شو تندير مثلا؟ انا تنهضر سولني الاول اكس، بديت كنجاوب، مجرد ما بديت كنجاوب نقص اكريك حداه، طرح السؤال. شنو درت انايا؟ وقفت من التكلم، خليت اكس تطرح السؤال، خليت اكريك تطرح السؤال ديالو وسكت، وانا نقول له اجيب على السؤال الاول ثم اتي لي بعد ذلك الى السؤال ديالك. ورجعت كنجاوب وطرحت، بديت كنجاوب على السؤال الاخر، السؤال الثاني، قال لي صافي. شنو معنيت هذيك صافي؟ معنيتها راه كان باغيني نشوفني واش غادي يستفزني هذاك التدخل ونخلي السؤال الاول واحد، ولا غادي نهرب من السؤال الثاني ولا الى اخره. اذا هنا هاد التقنيات ما كتحتاجش لشي شي حاجه هي كبيره، غير رد البال باش تجيب النقاط ديالك كاملين. اذا هاد الربعه ديال النقاط ما غتحتاج شي حاجه. انا هادشي اللي بغيت نوريكم، فاش يبدا يهضر شي واحد سمع له تيسالي، حيت هما لجنه وانت خي يعني هما عندهم معرفه عليك، عندهم هذا، انت خي جاي تمتحن اصبر شويه. القدره على التبليغ بلغه التدريس، وهنا هنا شنو؟ هنا
راه تي خاصك هذيك جوج سوايع، حيت هنا دايرين ليها 4 نقاط محاها العرض. يعني واش غتبلغ لينا داك الشيء اللي بغيتي تقول بلغه التدريس ولا لا؟ وهنا سيدي راه خاصك تختار العبارات بشكل دقيق في هذيك جوج سوايع اللي غتكون كتوجد، تختار العبارات بشكل دقيق. وفاش غتختار العبارات بشكل دقيق راه غتكون انت هنا ربحتي واحد 4 نقاط من هاد 6. انا دابا تنوريك كيفاش كتجمع النقاط قطره بقطره تيحمل الوزن، انا تنوريك كيفاش كتجمع النقاط. القدره على التبليغ بلغه التدريس يعني هذيك لغه التدريس انت اللي استعملتي في العرض ديالك او اللي فرضناها عليك او لا، واش غادي تقدر توصل لينا بها ولا لا. وبالتالي هنا راه على البساطه كنتي قاري فرنسي مزيان، ما تحاولش تعق عليهم بواحد المصطلحات ولا لي برو كومبلكس. انت خصك دير بالك بانك تقدم هذاك الشيء للتلاميذ، وهذاك الشيء اللي تقدم للتلاميذ خصك تقدمه بواحد اللغه فيها لا ترونسبيسيون ديداكتيك انترن اكسترن، يعني ماشي بمستوى جامعي تبقى تهضر له على لي غيترو فيروس ولا ما نعرف شنو داك الشيء. اذا انتبه معايا. نفس الشيء بالنسبه يعني فاش كيسولك في مرحله المناقشه وتجيب بالسؤال الذي طرح به، يعني تجيب جواب باللغه التي طرح بها السؤال. لاش؟ لان في مرحله المناقشه تنطرحوا عليك اسئله وغادي نتلقاو اجوبه، وفاش كنتلقاو اجوبه مهمه ديك الساعه يقدر يكون السؤال فود في ماده التخصص، ولكن في نفس الوقت انا تنقلب على واش عندك معارف في ماده التخصص، واش متحكم فيها، وفي نفس الوقت انا تنقلب على التبليغ بلغه التدريس. ثم وضوح الافكار وانسجامها. دونك فاش كتقدم العرض خاص يكون هذاك العرض بيان ستريكتوري. شنو هي بيان ستريكتوري؟ منظم. كيفاش منظم؟ مثلا فاش قلت لك قبيله لي تيب دو فوسيل اي لوغ انتيري، راه ماشي غتقلب على لانتيري ديال الفوسيل عاد تمشي لي تيب ديالهم، لا غتقلب على لي تيب، وملي تلقى لي تيب غتقلب على لانتيري ديال كل تيب، حيت هما مادام كاينين دي تيب اذا كل تيب عنده انتيري. مفهوم؟ كاينين دي زانتيري كومان مشتركين ما بين التيب الاول والثاني مثلا والثالث، ولكن كاينين الى اخره. انا كنتمنى تكونوا فهمتوا الشيء اللي تنقول لكم. هنا وضوح الافكار وانسجامها لا من خلال العرض ولا من خلال المناقشه. القدره على الفهم والتحليل والتعليل، دونك تقدر تفهم داك الشيء اللي تيقولوا لك ودير التحليل ودير التعليل. وهنا فاش كيقول لك علاش فو دوفي ريبوندي على كيستيون بوركوا، راه ماشي تقول له حيت هذاك الشيء مثلا اللي عطاك في الوضعيه، لا، وانما خصك تفسر كيفاش توصلنا لهذيك ليفينمون. هذا هو المفهوم ديال التعليل. فاش كيقول لك حلل، المطلوب منك هو انك تقوم بعمليه التحليل، يعني انك تصف ما تراه. وبالتالي هنايا انا تنوريكم مجموعه من الحوايج، مجموعه من النقاط اللي ممكن انها يعني تشتغل عليها. كتجي المرحله ديال الاستعداد المهني، وفي هذه المرحلة ديال الاستعداد المهني فلا بد. إذا هنايا في رابعة كبيرة الاستعدادات المهنية، وأعتقد هي اللي سموها هذا العام الرائز المهني. الرائز المهني يعني شي حوايج مرتبطة بالمهنة من غير الكفاية التواصلية، من غير مادة التخصص، من غير إلى آخره. كيسولوك في الاطلاع على مستجدات نظام التربية والتكوين، وهنايا على ثلاثة النقاط. هذا السؤال على ثلاثة النقاط، خاصك تكون عارف بأنه واحد الكرونولوجيا كاينه. كاين ما يسمى بعشريه الاصلاح، يعني اللي جات من بعد الميثاق الوطني، واللي هو وثيقه كان عليها اجتماع ديال اجماع عفوا ديال مختلف مكونات المجتمع المغربي، احزاب سياسيه، نقابات، جمعيه المجتمع المدني الى اخره. كل شيء كان متفق على الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، وجا في 99 حتى دابا مازال يعني كيتفرعوا عليه بزاف الحوايج، ولكن المرجع الوثيقه الاساس هو ذاك الميثاق الوطني. هذا الميثاق الوطني ينبثق عليه الكتاب الابيض اللي كيهم التوصيفات ديال التلاميذ في مختلف سميتو. وبالتالي هنايا هذا الكتاب الابيض راه فيه واحد 7 اجزاء، وكل جزء كيناقش واحد المجموعه من المواد الى اخره، والمواصفات ديال المتعلمين اللي غيخرجوا من كل سلك من الاسلاك. الاطلاع على مستجدات نظام التربيه والتكوين كيبدا من الميثاق الوطني، معنا ما هضرش لكم على داك الشيء اللي قبل، من الميثاق الوطني يعني من 2000 وعشريه الاصلاح حتى 2009. علاش؟ انه هو من 99 حتى 2009. من 2009 ل 2013 جاء المخطط الاستعجالي، واللي توقف سنه 2012 نظرا للفشل ديالو. من بعد
الميثاق من بعد عفوا المخطط الاستعجالي جاء يعني ما يسمى بالرؤية الاستراتيجية. من بعد الرؤية الاستراتيجية 2015 2030 جاء وسط الرؤية الاستراتيجية تقريبا في 2018 ولا في 2019 ما يسمى بالقانون الإطار. من بعد القانون الإطار جاءت خارطة الطريق لإصلاح التعليم واللي جي بها الوزير المشؤوم الحالي، كل التضامن مع الأساتذة والأستاذات في جميع ربوع الوطن. هنا ثلاثة نقاط ديال هاد الكرونولوجي خصك تكون عارفة وتكون كل حاجة حاطة في الموقع ديالها. الإحاطة بعلوم التربية وطرق التدريس، يقدروا يسولوك مثلا في نظرية التعلم، النظرية الجيستالتية، طرق التدريس مثلا، كاين واحد مجموعة من الطرق مثلا كيفاش مثلا أغلب دونك هنا انتبه هاد طرق التدريس راه كاينين فيهم بزاف وكيقصدوا بهم حتى التقنيات اللي غادي تستعمل، مثلا تقنيه فيليبس، مثلا تقنيه لاعب الادوار، تقنيه مثلا التدريس بالمشروع، التدريس الى اخره. دونك هنا كاين واحد المجموعه من الالمام بالموظف اولا بوظائف المدرس ومهامه، تكون تعرف الوظيفه ديالك كمدرس شنو هي والمهام ديالك شنو هي اولا الوظائف ديالك، يعني انت شنو خصك دير والمهام ديالك. دونك هنايا التدريس والتربيه، المشاركه في 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 حراسه الامتحانات، المشاركه في عمليه تصحيح الامتحانات الى اخره. الاستعداد والحافزيه، غالبا هنا كيتطرح السؤال علاش مثلا اختاريتي هذه المهنه، دونك انت غادي تحاول توجد واحد الاجابه اللي هي منطقيه وقريبه نوعا ما الى الواقع الى اخره. وبالتالي هنا كنكونوا جاوبنا على واحد المجموعه من الاسئله. هذا ما هو الا فيديو اول، غادي نحاول ما امكن ان بالنسبه للناس ديال الاس في تي ناخذ لكم كل موضوع من هاد المواضيع وندير لكم فيه وضعيه، كل موضوع نحاول ندير لكم فيه وضعيه الى اخره. اذا حتى لهنا كيسالي هذا الفيديو، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. نهايه الفيديو نلتقي فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.